للمزيد حول تأثير الأمراض المجتمعية في العراق ودور الأحزاب السياسية في تفاقم هذه الأمراض مع مرور الزمن، ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم أو عبر الهاتف من ستوكهولم أستاذ علم الاجتماع الدكتور عبد السلام الطائي. دكتور عبد السلام، مرحبا بك. فقر، مرض وجهل بات يضرب المجتمع العراقي منذ الاحتلال الأمريكي في العام 2003. بداية، إلى ما ترجع تنامي هذه الأمراض الاجتماعية في المجتمع العراقي؟ كالعادة الظاهرة الاجتماعية تتأثر بسلوك وأداء النظام السياسي، لذلك لم يعرف المجتمع العراقي الأمراض الحالية التي ظهرت بعد 2003 منذ تأسيس الدولة العراقية إلى ما قبل عام 2003. لكن بعدما تم حل الوزارات، وزارات الدولة بعد 2003 وتشريع برلمان المحاصصون الذي تهيمن عليه أحزاب موالية لنظرية ولاية الفقيه، بدأ البرلمان يشرع قوانين ويغض النظر عن قوانين أخرى، زاد ذلك من الأمراض الحقيقة الاجتماعية نظرا لاشتراكهم هم أنفسهم المسؤولين فيها ولكونهم أصبحوا جزء من تلك الأمراض الاجتماعية مثل المخدرات والاتجار بالدم والبدن وجرائم الاغتصاب والتشرد والفصل العشائري والخطف وغيره. العراق الآن يعتبر غنيمة حرب في عرف الأحزاب الولائية الحاكمة، فضلا عن شرعنة عمليات النهب والسلب باعتبار مال الدولة مجهول المالك حسب الفقه الخميني للأحزاب، أباح ذلك للكثير من الأحزاب وغيرها السرقات، وهذا ما شاهده المواطن العراقي في الموصل وديالى والأنبار وبغداد. زادت تلك الفتاوى أيضا التي لعبت دورا أيضا في تنامي هذه الأمراض الاجتماعية التي أباحت نهب أموال الدولة بحكم نظرية. كيف ترى تعاطي الحكومات المتعاقبة في العراق بعد الاحتلال مع هذه الظواهر، مع الوضع في الاعتبار أن الإحصائيات تؤكد تنامي تلك الظواهر بشكل مضطرد عام بعد عام؟ تعاطي الحكومات الحقيقة لم يكن سلبيا فقط، بل كان مشجعا لاشتراك عدد كبير من المسؤولين فيها حسب تصريحاتهم المتلفزة. الإحصائيات الرقمية المتوفرة لدينا والصادرة من السلطات العراقية لعام 2019 و2020 صنفت هذه الإحصاءات صنفت العراق عالميا بالمرتبة 166 من 167 وفقا لمدركات مؤشرات الفساد. العراق الآن هو دولة للنزوح القسري، هنالك 1,800,000 أسرة نازحة، عدد الأطفال النازحين 1,600,000، عدد النساء 1,900,000، حالات الولادة في المخيمات بلغت 6,500 حالة توفي منهم 727. احتلت محافظة نينوى المرتبة الأولى بعدد النازحين تليها الأنبار صلاح الدين. لولا التعاطي السلبي المتعمد معظم الأحيان لما الحقيقة ازدادت واتسعت هذه الجرائم اللا إنسانية. يعني لو أخذنا البصرة مثلا دكتور على معدلات الفقر، يعني الإحصائيات تؤكد ارتفاع معدلات الفقر فيها إلى 40%. هذه البصرة يعني كما هو معلوم يعني من أغنى المدن بالنفط على مستوى العالم. كيف لمحافظة تدر على العراق أغلب مواردها أن يتنامى فيها الفقر بهذا الشكل؟ عفوا، نسبة الفقر حسب البيانات المتوفرة لدي الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2020، نسبة الفقر بلغت 70 إلى 77%. في المناطق الشيعية عموما جنوب العراق تصدرت هذه المحافظات القادسية والمثنى والبصرة وميسان، وكان لتعطيل الدراسة أكثر من 150 يوم بالسنة أيضا زاد من نسبة البطالة وأدى أيضا إلى زيادة معدلات الفقر. لذلك هناك نسبة عالية اليوم من العراقيين يرامون الهجرة إلى الخارج، يعني بلغت نسبة العراقيين حسب الإحصائيات المتوفرة لدينا هنا في السويد مثلا
33% من العراقيين حسب احصائيات 2020 يرغبون بالهجره خارج العراق لاسباب امنيه واقتصاديه. عدد المحتاجين المستفيدين داخل العراق من الرعايه الاجتماعيه 2.5 مليون. عدد دور الايتام والمشردين اصبح غير كافي و 2 مليون ارمله ويتيم. ارقام تفوق الطاقه الاستيعابيه. على صعيد التعليم وتداعيات هذه الحالات، منظمه اليونسكو كما يعلم الجميع منذ السبعينات القرن الماضي أن العراق اصبح في مستوى تعليم يضاهي الدول الاسكندنافيه. تخصيصات الوقفين، هنا نلاحظ اهتمام الدوله بالتعليم، بلغت 50 ضعفا قياسا بتخصيصات وزارتا التربيه والتعليم. الوقف الشيعي 591 مليار دينار، والسني 281، بينما وزارتا التربيه والتعليم فقط 11 مليار و400 مليار دينار. اعداد الاميين في العراق تجاوز 5 مليون حتى عام 2009. اكثر من 70% من بنات ونساء العراق في الوقت الحاضر اصبحن خارج نطاق التعليم في المدارس والكليات بسبب الفقر والخوف ونتيجة لفقدان الأمان. في نظرة يعني استشرافية على المستقبل دكتور، ما أثر هذا الفقر يعني بالأرقام والمعدلات التي ذكرتها؟ هناك نسب كبيرة للجهل، نسب فقيرة، يعني نسب كبيرة للتسرب من المدارس، هناك تهرب من التعليم، تزايد معدلات الأمراض المزمنة، كل ذلك ما أثره على الوضع الاجتماعي مستقبلا في العراق وعلى السلم المجتمعي أيضا؟ هو الحقيقة الأمراض الاجتماعية يعني الغريبة التي دخلت في العراق هي ليست بسبب تركيبة المجتمع العراقي، لا، بل بسبب استراتيجية ما نطلق عليه بالغياب الحضور الديموغرافي القسري الذي حصل بعد 2003، إضافة إلى عمليات تجنيس المستعرقين الإيرانيين والأفغان الذين تسللوا إلى الحدود عنوة، منح الجنسية العراقية فضلا عن تمييز فئات معينة الربحاويين. هؤلاء سلط الإعلام الحقيقة الضوء عليهم وكأنهم هم العراقيون لا غيرهم، فهؤلاء هم من خلق مجتمعا هجينا غريبا عن المجتمع العراقي في ثقافته وتقاليده العربية الإسلامية. وبسببهم وبسبب النظام السياسي وفلسفة الدولة الولائية نجم عن ذلك تعميق ما نطلق عليه بظاهرة التناشز. حصل تناشز يعني كنظرة مستقبلية وحالية ومستقبلية، حصل الآن في مجتمعنا العراقي، عمق ظاهرة التناشز ما بين الشعب العراقي الذي يسميه بالشعب الحائر بسبب هؤلاء وما بين المجتمع السياسي للأحزاب وللنظام السياسي الحالي. هذا التناشز ما بين الشعب والنظام نجم عنه اندلاع الحراك الوطني الثوري التشريمي الذي بفضله حول الشعب العراقي الحائر إلى شعب ثائر يرفض انتخاب القتلة وسراق المال العام والخاص ويطالب بإسقاط العملية السياسية برمتها. من ستوكهولم أستاذ علم الاجتماع دكتور عبد السلام الطائي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.